لقاء مع دوك الرئيس كان اللي حطوا بجولتنا اللي عملناها بأوروبا، إن كان بإنجلترا ولا بإيطاليا، خاصة الحديث اللي حكيناه مع الحكومة اللينية اللي ترجم بمواقف الرئيس لاتا لما كان موجود هون اليوم. طبعا كمان كان عندي زيارة للبابا يلي بالآخر حكينا فيها على أهمية الاعتدال المسيحي بالمرحلة اللي فيها التشنج السنة والشيعة الموجود عندنا بلبنان، لأنه بالنتيجة اللي بهمنا يكون كلياتنا جسور لحتى نعبر عليها لشاطئ الأمان، بدل ما بالآخر نتقسم بعملية السنة والشيعة وإعطاء المواضيع يلي بعتقد ما فينا نتفق عليها. طبعا نحن كمان شجعنا دكتور رئيس على الخطوات الإيجابية اللي عم يعملها، خاصة التواصل مع كل الأطراف، لأنه بهالمرحلة الصعبة كثير مهم بأجواء جنيف 2 فيما يتعلق بالاجتماع بالنسبة لسوريا أو فيما يتعلق باجتماع السلاح النووي الإيراني. التغيرات سوف تحصل، ونحن بنتمنى على اللبنانيين خاصة على السياسيين عندنا في لبنان أن يوصلوا لمرحلة ويشوفوا أنه الحوار الداخلي كثير مهم، وبعتقد المواقف اللي أخذها الرئيس بري فيما يتعلق بالمقاربة بين لبنان لازم نشجعها، لأنه لازم يكون نحن متحدين أو علينا بالحد الأدنى في قاسم مشترك قبل ما يصفي التسوية الموجودة، حتى ما نضطر بالآخر نبلغ بالتسوية بدل ما نكون موجودين على الطاولة. الشغلة الثانية اللي كمان نحن بنحيي فيها، نعتبر أنه الرئيس السنيورة بمحاولة كسر هالجمود والتواصل مع الرئيس بري خطوة منيحة. طبعا في مواقف اللي نحن من عنا كنا مفضل أن تكون بطريقة مختلفة، بس بنفس الوقت واحد بده يعطي حقه لما بيكون يشوف انه في محاولة كمان من قوى 14 أذار للمتمثل بالرئيس سنيورة انه يحاول يكسر هالجمود، وان شاء الله هالحوار يوصل لحل، لانه بيهمنا بقى لبنان بهالمرحلة الصعبة يكون في عنا حكومة. شكرا.